الآن وعرفنا أنه هناك قوة أثرت على هذه الستريم أوف بارتيكلز اللي نسميها إلكترونز وأدت انحرافها بمقدار مسافة مقدار هديل. طيب هذا اللي شفناه ولاحظناه هنا، هذه المسافة دي حركتها أدت انحرافها. الآن بنفس البوزيشن، in the same position في نفس وضعية الأقطاب الكهربائية، قلنا الأقطاب الكهربائية هذه الموجودة position the same position of electrodes أقطاب الكهربائية. أيضا راح نخلي زوج من الملفات المغناطيسية، لدينا أيضا زوج من الملفات المغناطيسية. هذه تنتج تنتج طبعا مجال مغناطيسي أكيد، عدة تزويدها بالتيار when supplied تزويدها بالتيار وكاد تدوسي الفوم ماجنتيك فلاكس مقدارة دنسيتي مقدارة تنتج مجال مغناطيسي إلى فيض كثافة فيض مقدارها بتسلا. هذا يكون أكيد عمود perpendicular to the path على مسار حزمة الإلكترونات، واضح؟ إذا هسه عندي صار عندي مجال مغناطيسي يسلط يكون عمودي على حزمة الإلكترونات اللي هي اللي تتحرك بالأمور، واضح؟ والآن الإلكترونات المتحركة now the moving electrons المتحركة because they are charged لأنه مشحونة وهذه are equivalent to a current of value مقدار الإلكترون فولت على طول ال L عبر الطول اللي هو L. ايش راح يصير؟ راح يصير احد قوانين اساسيه هو ان من احد القوانين الكهربائيه الاساسيه للكره المغناطيسيه انه اذا عندي واير اني واير يحمل تيار في مجال مغناطيسي B، ايش بي هذا؟ اذا كره موحد يواجه قوه experiences force perpendicular يواجه قوة، هذه القوة يواجه قوة متعامدة مع اتجاه التيار حق المغناطيسي، متعامدة مع اتجاه التيار أكيد حسب قاعدة فيلمي، واضح؟ فالإبهام يمثل القوة والسبابة تمثل المجال المغناطيسي والأصبع المتوسط الوسط يمثل اتجاه التيار اللي هو هنا عندنا، واضح؟ فإذا هذه إذا صار عندي قوة سب مو بس كهربائية، عندي قوة مغناطيسية. طيب إيش راح نسوي هسه؟ هذه in the present case في هذه الحالة إيش راح نسوي؟ The electron will therefore experiences force by given راح يكون عليه قوة مسلطة هي F sub B، هذه القوة مقدارها B اللي هو شيء كثافة المجال المغناطيسي في شحنة الإلكترون هذه في السرعة الإلكترون، واضح؟ الآن اللي احنا نوصل أريده هو أنه لو عملنا سوينا adjustable يعني عملية تضبيط إلى هذه القوة، الآن بالترتيب أن القوة بسبب مجال الكون تتعارض بعضها البعض ونقوم بإرجاع أو بتعديل نغير بالفيلد بحيث يتم إرجاع هذه البقعة اللي هي السبوت اللي على الفلورسنت سكرين أرجعها على النقطة قبل ما يكون يعني هنا أرجعها يعني ترجع إلى محلها المسابقة الديتكشن أرجعها. فشو يصير عند هذه الحالة؟ نرجع الموضوع الأصلي by a given vector will experience force given by هذا if we now arrange the lambda forces يعني قوتي هذه بسبب الكتك في magnetic field المتعاضين poles of each other we adjust نسوي adjust يعني تطبيق المجال the field so that the spot هذه spot اللي هي البقعة هذه on the screen على الشاشة على السكرين ترجع is returned ترجع to its
original supply through position بها إلى الحالة الأصلية اللي كانت قبل ما يتعرض للمجال وضع الأصلي اللي كان. فعند ذلك يعني معناته شنو؟ معناته أنه القوة بسبب المجال الكهربائي الإلكترون 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 شحنة الكهربائية الإي شد المجال الكهربائي تساوي لي القوة بسبب المجال المغناطيسي. وبالتالي هنحصل على أنه وهذه طبعا لو عوضنا شوف على القوة هذه أو اللي كانت تساوي نصف ام بي سكولة واضح هذه القوة هذه اللي مسألة التعجيل عوضناها هذه هنا فشي صعب طبعا هذا هي الـ E تكون الـ E بكبل الـ E ويساوي نصف هنا طبعا هذا يساوي الكوتين فإذا نصف M B سكوير هذه نصف M B سكوير مع الـ E في الـ E هذه يساوي لي الـ E على M أو الـ V بالسرعة يساوي هذه السرعة تحت الجذر 2 في الـ E في الـ V كابتر هذا شيء مجال منين جاي هذا شو اللي هذا هو الـ E هو هذا الـ V اللي هو هنا لاحظوا اللي هنا بشكل الأكسلريت هذا الشكل وهاي عندي الـ E هذه يعني في في كابتر اللي لا يكون هذه وهي هذه هو يعني هذه فإذا في 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 يساوي إيش إنه يصير طاقة حركية إنه تعجل ولا الأكسلريتر إذا في 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 كابتر هنا يساوي نصف ام في سكوير إذا في سكوير يساوي 2 في الـ E بالـ V على M نجدرها يصير تحت الجذر 2 في الـ E بالـ V فطلعت السرعة أوكي؟ هذه السرعة اللي طلعتنا وين عوضها؟ نعوضها بهذا الـ E بهذه السرعة واضح؟ هذه السرعة تعمل السرعة شو تساوي له؟ والإي هنا يعني نرجع هذا هالمعادلة هذا فالإي هذه اللي هاي الإي حتى الوحدة وقالنا إي بي في الفيلوسيتي السرعة هذه اللي هي أنا طلعت المعنى أعوضها هنا بالمعادلة الفوق هذه واحد واحد فطلعت لي إنه شحنة الإلكترون يساوي مقدار مربع E سكوير على 2 في الـ V ديفايد باي V هي شدة خط الجهد أو الجهد اللي تصير بالطاقية اللي تعجل الإلكترونات الـ V سكوير اللي هو شنو واضح وحيث الـ E مقداره على مقدار نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلة تكون 1.7 من 10 أس كولوم على كيلوغرام لو إحنا استخدمنا أوردوها لو استخدمنا أكثر من أوردوها هتطلع هاي النسبة إلى 5 واضح؟ إذا تومسون هاي الطريقة جبنا طريقة قياس الإلكترون والفوز مفروض عن نسبة هاي الإلكترون طريق الإلكترون إلى كتلته و بمعرفة من كان قبل طبعا سرقة نجد من نسبة الآن دار ثابت وهذا هاي النسبة الكبيرة
هاي صار عندنا مقدار ثابتة لأي مادة، شوف لأي مادة غير المادة تسخن الفيديو مال هاي المادة يصير لي تعجيل عشان يثبتها المجال الكهربائي يحسب السرعة يعوضها يجد انه هاي النسبة هي ثابتة مقدارها جد مقدارها 1.7 × 5.9 × 10^11 كولوم بكل كهرباء. فبمعرفة شحنة الإلكترون حسب الميكان استطعنا أن نعرف واضح؟ هذه سنة هذه بتجربة تومسون استطعنا أنه أول شيء نعرف أن هناك فد بارتيكل دوسين مو بالذرة، هذا الدوسين هو اسمه إلكترون شحنة سالبة، وعرفنا شحنة سالبة أنه يتعجل بواسطة مجال الكهرباء عليها وشحنة موجبة، وأيضا عرفنا أنه نسبة شحنة الإلكترون لا تكون مقدارها ثابتة مهما غيرت المقدار.